انا مخطوبه من سنتين وبحب خطيبي جدا وبحترمه وبيحترمني، كل مشكلتي ان بنت خالته اللي كانت تنخطب له قبلي، هتتخطب له قبلي، بتهزر معاه وتقعد تحب فيه خصوصا قدامي او على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا شايف وهو شايف عادي، ده شيء عادي. حصل مشاكل كتير بينا بسببها. انا علاقتي بكل بنات العيله كويسه جدا، بس البنت دي بتستفزني جدا، هي ومامتها، وهي شايفاها وشايفها زي اخته. انا نفسي اتحكم في نفسي بس مش عارفه اعمل ايه. لا بصي، عايزه اقول لك حاجه، فكرني بيا، انا يهمني فكرني بيا مش شباب. بصي عايزه اقول لك حاجه، يا بنتي المهم ان الراجل شويه الدنيا. الراجل اصلا معتبرها اخته وما كملش معاها وجري واخدك انتي وخطبك وهيكمل معاكي، يبقى هو عايز مين؟ هو عايزك، مش عايزه هي بقى عايزه مين؟ ما يخصناش. نهال ما بياكلش الكلام ده، شوفي حاجه تانية. لا مش ممكن، ما مش مره. قولي حاجه تانية. لا ما مش لازم حاجه مقنعه اكتر. طب ثانيه، اصل عايزه اقول لك حاجه، ما مش هينفع غير كده انها تعملها اجنور خالص، كده مش موجوده في الحياه. كانها مش علقت ما تعلقلهاش. طب لما تقعد بقى تتدلع عليه قدامها عادي تعمل ايه؟ عادي عادي. تعمل ايه؟ اخته. نعمل ايه؟ وحتى تتعلق بانكم اخوات. لو لقيت ان هي ما بتستفزش هتبطل. لو لقت ان هي مش مغيراها هتضحك وتهزر وتهزر معاهم كمان، هتفرسها العكس، بدل ما هي اللي تتفرس اللي بتعمل كده هتتفرس انها ما عملتش مشكله بينهم. هي عايزه تعمل مشكله بينك وبين، عشان هي عايزه توصل انك انت تسيبيه وترجعه تاني. هي عايزه ترجع له. هي ما المشكله ان البنت عارفه اللي بعت لنا المشكله، عارفه ان بنت خالته عايزه ترجع له. أيوة. وبتحبه. هو مش عايزها. انا متغاظ. أيوة. هو مش عايزها كده. عايزة اعدي اجيبها كده. ما هو بصي، ده مش حل. ده مش حل. ده مش حل. نجيبها من شعرها والكلام ده، ده مش حل. ده تجيبها من قلبها. طيب انا بصي، انا لا الكلام ده مش ظابط. لازم اقول لها الحل. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي، اللي عايز يفرسك افرسيه. هي بتفتش ليه على السوشيال ميديا ورا بنت خالته؟ الله، هو حاطط صوره هتلاقي حاطه له قلب احمر. استني، طب وإيه؟ ولا ترد. ايه انا بحط لبعض قلوب حمراء طول النهار والليل. ولا ترد. لا اخطر. ولما تهزر وتتدلع عليه قدامك كملي معاهم الحكايه وخشي فيها. يعني وري لها ان ده مش مقص. هي طول ما شايفه وشك بيتقلب بس هتطفش. عارفه الناس اللي واخده كرسي وقاعده على النص بتديش الاكونت، اول ما تحطي صوره على طول في ثانيه، لسه ما فيش من دقيقه تلاقي بقى اللاف والقلب الاحمر. انت بتسخنيها. لا لا لا، كل الكلام ده انا ولا اسال فيه. انا يهمني هو عايزني ولا لا. طالما هو عايزني ودي بنت خالته متربيه معاه فواخد عليها، خلاص مش مشكله، اصدق الكلام ده عادي، وانا معاها افرسها بس من غير ما اقصد فرسها. يعني قصدي لما تعمل حاجه خديها بلطافه ولذاذه وهزار. والله العظيم لو مسكتي اعصابك في الحته دي هتكسبي في الاخر.